لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، ما تفاصيل الحملة الأخيرة لمنظمة أم القرى في مدارس عمرية الفلوجة وأهميتها لدعم وتحفيز الأطفال على مواصلة التعليم؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه هي المرحلة الثانية من الحملة التي نظمتها المنظمة خلال هذا الشهر، فبعد المرحلة الأولى التي تضمنت توزيع أكثر من 1000 هدية من الزي المدرسي على تلاميذ المدرسة الإخاء الأولى والثانية في ذات المخيم، جاءت هذه المرحلة الثانية والتي تتضمنت ايضا اكثر من 1050 هديه من الزي المدرسي لتلميذات مدرسه السنابل الابتدائيه الاولى والثانيه في مخيمات عمليه الفلوجه. نعم. حقيقه نحن يعني مستمرين يعني في مواصله متابعه امور هؤلاء النازحين في المخيمات والقيام على حاجتهم بما نستطيع ان نقدمهم. نعم. الجدير بالذكر انه هاتين المدرستين السنابل هذه الابتدائيه البنات هي اسست بالتعاون بين القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين ومنظمه ام القرى للاغاثه الانسانيه منذ يعني 3 سنوات او اكثر، وهي مكونه من اكثر من صف من الكرفانات هذه الغرف الجاهزه التي جاءت دعما للاطفال اولاد الطلبه النازحين في هذه المخيمات. دكتور، في هذا الصدد هذه طبعا في سياق نعم تفضل تفضل. هذه سياق كل هذه الحمله جاءت في سياق الحملات المنتظمه التي تقدمها المنظمه في اغاثه النازحين، تقديم الدعم الانساني والاغاثي. مجموع التلاميذ المستفيدين من هذه حملة الزي المدرسي وأكثر من 2050 طالب وتلميذ وتلميذة موزعين على 4 مدارس للذكور والإناث في هذه المخيمات. الحمد لله استطعنا من خلال هذه الحملة إدخال الفرحة والسرور على نفوس هؤلاء التلاميذ، ولا سيما وهم يعيشون هذه الظروف الإنسانية الصعبة، كما أن هذه لاقت مبادرة الشكر والترحيب من إدارة هذه المدارس في هذه المخيمات. نعم. في هذا السياق بالحديث عن احتكاككم المستمر بالتلاميذ في هذه المخيمات، كيف تبدو أوضاع التلاميذ والمدارس في هذه المخيمات رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها ومواصلتهم للتعليم؟ بالتأكيد هي ظروف قاسية وصعبة يعني في وضع لا يحسدون عليه. على الرغم من هذه المأساة التي يمرون بها، مأساة اللجوء منذ أكثر من 3 سنوات، وهؤلاء الأطفال مع عائلاتهم في هذه في خيم الصحراء وفي هذه الظروف المناخية الصعبة والقاسية، لكنهم لم يقطعوا الأمل، وهذا حقيقة ما أدخل يعني زاد من استغرابنا و عجبنا. يعني نحن نتابع ونقف ونستمع الى هؤلاء التلاميذ لانهم يدخلون ويواظبون على الدوام ويطلبون العلم ويتعلمون، فرغم هذه المأساة لكنهم مستمرين في الحياة، مستمرين في طلب الامل في التعليم والتعلم ومجاهدة ومكابدة هذه التحديات التي يواجهونها. فهذا يعني حقيقة يعني ما شيء ما يفرح في الوقت الذي هو هي محنة يمرون فيها، لكن وجدنا هناك الأمل في عيون هؤلاء الأطفال والتلاميذ أنهم مصرين على التعلم ومحاولة تجاوز هذه الأزمة من خلال الاستمرار في الحياة وممارسة حياتهم، يعني لا نقول طبيعية ولكن هي حياة صعبة مليئة بالتحديات الكبيرة على جميع الأصعدة والمستويات التي يعيشون فيها. شكرا جزيلا لك المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.